نحن اليوم بوقفة بالذكرى السادسة تهجيرنا مدينة حلب، نحن ما زلنا صامدين ومستمرين ولسه عندنا أمل العودة نرجع لحلب ولدرعا ولحمص وللغوطة ولكل المناطق السورية. نحن ما زلنا مستمرين بنفس العزيمة والإصرار حتى بإذن الله سبحانه وتعالى نحقق النصر. مثل ما لكم شايفين اليوم صرنا 6 سنين مهجرين من مدينة حلب من نهاية عام 2016 حتى اليوم هذا. نحن أبناء حلب، نحن أبناء هاي المدينة اللي عانينا فيها لمدار أكثر من 5 سنوات قصف وتهجير وضرب بكل أنواع الأسلحة، إن كان من قوات النظام وإن كان من الإيرانيين وإن كان من النظام وإن كان من حزب الله وكل الميليشيات اللي ساندتهم. نحن اليوم عم نطالب بمطلب حق، ألا وهو أنه نرجع لمدينة حلب أحرار، نرجع بدون يكون موجود النظام، بدون ما يكون موجودة إيران ولا روسيا ولا حتى أي حدا من الأنظمة اللي حالياً عم تهاجم الثورة وعم تحاول قدر الإمكان تفشلها، وإن شاء الله مستمرين حتى لو بقي عنا بقعة صغيرة في مناطق سوريا كلها لا تتجاوز 1 كيلومتر رح نضل نسقط نظام بشار الأسد. اليوم الذكرى السنوية السادسة للتهجير من مدينة حلب. التهجير طبعا كان نتيجة تآمر الدول الطاغية على حلب وعلى الثورة السورية بعد قصف لكافة المدينة بكافة أنواع الأسلحة المدمرة، بالإضافة لاستشهاد آلاف الشهداء في مدينة حلب. جئنا اليوم نأكد أن نحن إن شاء الله راجعين على حلب بعد 6 سنوات. والثورة وافية، الثورة وافية، نظم سوار ونشطاء مدينة حلب وقفة بالذكرى السادسة لتهجير أهالي حلب بعد المجازر التي ارتكبها النظام بحق أهالي المدينة وتهجيرهم قسريا. ردد فيها المتظاهرين شعارات أسقاط النظام والمطالبة بالحرية تحت وسم وشعار راجعين يا حلب. الله أكبر، أنا الحلبي حلمي يمه شهادة.